دنيا باتما كيف كنقول ديما ماشي بيناتنا مصالح او بغيت منها شي حاجه او هي بغات مني شي حاجه، بالعكس كتجمعنا صداقه نقيه لا غير. كنتمنى لها كل التوفيق في حياتها يا رب. اللي نبغي نلبسها كلهم صراحه، ما عنديش وحده اللي دايرها في بالي ان نبغي نلبسها. ان شاء الله نلبس فنانات اكثر واكثر خصوصا المغربيات بحالي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.